لقاءات على أعلى المستويات أجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد، زيارة وصفها برلمانيون بالمهمة وتفتح آفاق التعاون مع الدول الأوروبية. زيارة دولة رئيس الوزراء إلى مثل هذه الزيارات ودعوته من قبل الدول الاتحاد الأوروبي جدا مهمة، هذا انفتاح لجانب العراقي. أكيد احنا في العراق بحاجة إلى دعم اقتصادي ودعم مادي ودعم أمني ودعم سياسي أيضا. ملف استعادة الأموال العراقية المهربة وملاحقتها في الدول الأوروبية نال حصة كبيرة من مباحثات الكاظمي مع المسؤولين الأوروبيين بهدف تقديم الدعم اللازم للحكومة العراقية في جهود محاربة الفساد ورفع اسم العراق من لائحة المفوضية الأوروبية للدول العالية الخطورة في غسيل الأموال. المنظمات الدولية يعني احنا ذاك قد ما تصير علاقتنا بها طيبة واكو مساعدة ما بيننا وبينها وعلاقات يعني مشتركة في سبيل انه نحصل على يعني خلينا نقول مستحقاتنا، لان هاي الاموال الخارجية اموال مهربة تحتاج الى دقة، تحتاج الى مختصين يعني خلينا نقول قانونيين، الى محامين وغيرها من هاي الامور حتى نقدر نستردها. فمثل هيك اللقاءات راح تسهل وتختصر كثير من الامور. وتعول الحكومة العراقية على علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الكبرى لمساعدتها في إعادة إعمار المدن المحررة وإحياء البنى التحتية. الانفتاح العراقي على دول المنطقة والعالم يأتي ضمن برنامج الحكومة العراقية الرامي إلى بناء علاقات استراتيجية متينة مع أغلب دول العالم بناء على المصالح المشتركة. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.